الفلاح الأصيل عبد القادر عوف، عمدة الدراما المصرية سليمان غانم، مواليد الأرياف واللي طلع وواجه مشاكل كتير في حياته بسبب انتماء أخوه السياسي، واتمنع من التمثيل وبسبب عشقه الفانيلة الشياطين الحمر، خد حتة علقة من يجي 50 مشجع زملكاوي، واللي تعب بشدة بسبب رحيل صديق عمره نور الشريف، وبطل يظهر في أي عمل فني من 2013. فتعالوا معايا أعزائي المشاهدين أعرفكم أهم محطات الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني. الفنان صلاح السعدني من مواليد 1943 بمحافظة المنوفية، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الزراعة، ومع دراسته وحبه للتمثيل بدأ بتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، وشاركوا في العروض دي زميله بالدراسة الفنان عادل إمام، واتخرجوا سوا وانطلقوا في عالم الفن، ومشي كل واحد منهم في طريقه. وفي بداية حياة السعدني الفنية حصل له مشاكل كتير قوي بسبب تأثره بأفكار أخوه الصحفي محمود السعدني، واللي كان وقتها ما بيحبش السادات وكمان بينتقده، ونزل عليه نكت في الجورنال اللي شغال فيه. وفي مرة من المرات قال عنه السادات: عبد الناصر موتنا من الرعب، والسادات هيموتنا من الضحك. وبعد فترة تم القبض عليه واتحاكم بتهمة الانقلاب على نظام الحكم، ولكن بعدها تم الإفراج عنه بعد سنتين. بس الحوار ده بقى عمل أزمة كبيرة لصلاح السعدني، وتم منعه من التمثيل خلال الفترة دي تماما، وكان مغضوب عليه. فكان المفروض ان عادل امام جايب له دور في مسرحيه مدرسه المشاغبين، بس قبل ما يطلع بقى المسرح عشان يمثل اكتشف انه ممنوع من التمثيل، فجابوا مكانه احمد زكي عشان يعمل الدور. وطبعا عشان خاطر القعده دي ما بقاش صلاح السعدني عارف يصرف على نفسه، فقرر وقتها سمير خفاجي المنتج انه يساعده بانه خلاه يشرف على فرقه الفنانين المتحدين بصوره اداريه وكمان بمقابل مادي. ومع الوقت عرف السعدني يتصرف ويلغي القرار بتاع منعه من التمثيل، وعمل كمان ادوار في منتهى العظمه. صلاح السعدني معروف بعشقه الفظيع للنادي الاهلي واتشهر بكده، بس من اكتر الحكايات الكوميديه والمواقف كمان الغريبه في حياته لما كان راكب العربيه وكان في ماتش للزمالك، وكان الماتش ده مهم جدا، ومعدي وهو بالصدفه من جنب الاستاد، ولقى يجي 500 مشجع زملكاوي وقفوه، وبعد ما تعرفوا عليه وكانوا هيرزعوا له علقه تمام عشان بس تعصبوا للاهلي، لولا انهم طلبوا منه يهتف باسم الزمالك، فقرر طبعا صلاح السعدني انه يشجع الزمالك احسن من العلقه المتينه، وخلع منهم بكل ذكاء. وكان معروف ان صلاح السعدني من اكتر الناس اللي بيحبوا الفنان نور الشريف قوي، وكمان بيعتبروا هما الاتنين اصحاب عمر، عشان كده لما نور الشريف فارق الحياه زعل عليه جدا صلاح السعدني، ورقد كمان من التعب لفتره طويله قوي لدرجه انه كان هيرحل هو التاني، بس ربنا شفاه بعدها. اخر ادوار صلاح السعدني كانت بطوله مسلسل القاصرات، واللي كان بيلعب فيه دور العجوز اللي بيتجوز بنات سنهم صغير قوي، وكان المسلسل ده بيناقش قضية اجتماعية مهمة جدا، ونجح كمان بصورة كبيرة. بس بعدها قرر بقى السعدان انه يبعد عن الفن ويقعد في البيت مع احفاده، وكان وقتها بيستمتع جدا بقعدة الكنبة، وكان كمان بيقول كده بالفم المليان: رحم الله صلاح السعدني واسكنه فسيح جناته.